أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا لم أزكي في طوال حياتي فهل يكتب علي سيئات؟ إيش؟ يقول: إذا لم أزكي في طوال حياتي فهل يكتب علي سيئات؟ أعوذ بالله، يكتب عليك ترك فريضة من فرائض الإسلام، لكن ما تسقط عنك الزكاة، تحصيها عن السنين الماضية وتطلعها، ما تسقط عنك لو 100 سنة، ما تسقط عنك، تحصيها جميع وتخرجها. نعم.